السلام عليكم ورحمة الله، معكم مشعل عبد الله قناة فن العلاقات. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة بتكلم فيها عن أنواع الاضطرابات الشخصية. طبعا احنا نعرف أن الاضطرابات الشخصية بأنواعها كثيرة، وأنا اليوم اخترت لكم 6 شخصيات أو يعني مضطربة غير الشخصية النرجسية وبأنواعها. أنا يعني تكلمت عن الشخصية النرجسية وأنواعها اللي يعني تتجزأ من الشخصية النرجسية، مثل الشخصية النرجسية السيكوباتية، ومثل النرجسي الضعيف الخفي. وبحط لكم رابط الحلقة، يمكن هنا، أتوقع هنا بنزل لكم إن شاء الله، اللي هي تخص النرجسية، الشخصية النرجسية والسيكوباتي. فهذه 6 الشخصيات مختلفة عن ما تكلمت به عن الشخصية النرجسية سابقا، وهو اضطراب يعني عقلي غالبا أصحابه يعني يتصرفون بشكل غير صحي، مثل الاضطراب الشخصية النرجسية. فندخل فيها بشكل سريع، هي مثل ما قلت 6 أنا اخترتهم اليوم، وإن شاء الله في الحلقات القادمة راح أختار برضو عدد من الاضطرابات لتتعرفوا عليها. وأيضا راح أوضح لكم أنه الشخصيات اللي راح أذكرها اليوم موجودة كثير معنا ومتعايشين معنا، لكنهم هم لا يحسوا بنفسهم، هم يحسوا أنهم ناس طبيعيين، ويمكن إحنا لما نتعامل معهم نحس أحيانا أنهم طبيعيين وأحيانا لا. في الأحيان اللي نحس أنهم مو طبيعيين هم غالبا مضطربين، عندهم اضطراب في الشخصية اللي راح أذكرها لكم. بعضها تكون حدتها خفيفة، بعضها تكون حدتها عالية. وممكن طبعا هذه أغلب الشخصيات هذه تصاب في سن المراهقة يعني. فركزوا معي في هذه الحلقة، إن شاء الله تستفيدوا منها وتتثقفوا منها بإذن الله. نروح الرقم 1، وهي الشخصية المعادية، وفي علم النفس يسمونها الاعتلال النفسي. طبعا هذه الشخصية يعني دائما تتسم بالتلاعب، عندهم هم شهيرين بالتلاعب في كل حاجة، يتلاعبوا بالحديث بالأسلوب، قريبين من الشخصية النرجسية في التلاعب. وأيضا عندهم اللامبالاة والتجاهل. أحيانا نشوف أطفال أو أخوان وأخوات عندهم تجاهل أو لامبالاة، تحسهم كذا باردين. ودائما أصلا تلقى البيت أحيانا يطلق على هذه البنت أو على هذا الشاب اللي هو الأخت أو الأخ، أنه دائما بارد، هذا أصلا دائما بارد. كلمة بارد معناته هو لا مبالي، يعني البيت يصير فيه مثلا صراخ ومشاكل، هو ولا هم، حاط رجل على رجل ويشرب شاهي. هذا هم يعني الشخصيات اللي هي اللامبالية، فموجودين ومتواجدين. وأيضا يتسم الشخصيات المعادية أو اضطراب الشخصية المعادية يتسم بعدم الندم وعدم الإحساس بالذنب، يعني لما يخطئ ما يحس بالذنب ولا يندم، خلاص أخطيت معليش كذا بس يقولها، بس ندم داخلي أو شعور داخلي بالندم ما فيه، لأن هذا عنده اضطراب. احنا ما نتكلم عن ناس سويين الآن، لأنه بعضكم بيجيني بيقول لي ترى هذه الشخصيات موجودة، أو بعضهم بيجي بيقول هذه الشخصية مثل الشخصية النرجسية. لا، النرجسي يختلف، النرجسي مؤذي، النرجسي يعني يضرب، النرجسي يذل، يهين، يتحكم، يسيطر. فحاول تفرقوا. فهذه هي الشخصية المعادية. نروح الشخصية أو اضطراب الششخصية رقم 2، وهي الشخصية الحدية. برضو تكلمت عنها بحلقة مفصلة بنزلها لكم، بحط رابطها فوق أيضا. الشخصية الحدية وهي أخطر الشخصيات المطروحة اليوم عندنا. طبعا هو اضطراب عقلي وصريح، يعني ما فيه مجال. الشخصية الحدية دائما يعني عندهم مشاكل في نظرتهم لأنفسهم، معروفين بهذا الشيء. برضو أصحاب الشخصية هذه عندهم صعوبة في السيطرة على مشاعرهم وعلى عصبيتهم المفاجئة، فجأة كذا بدون مقدمات يغضب، يعصب، يصرخ. أيضا غير الصراخ وكذا، تلقى عندهم اضطراب في علاقاتهم. دائما أو غالبا نقول أنه علاقاتهم تتسم بالفشل، نهايتها فاشلة. لذلك هم أيضا
يعانون من خوفهم من الهجر. دائما عندهم هذا الإحساس، يخاف اللي معاه من كثر ما هو يحبه وكذا أنه يوم الأيام راح يهجره، فيتوهم أشياء قاعدة تصير أنه أوه بيبعد عني، فيسبب مشكلة، يغضب، يعصب، ففعلا هذا يهجر ويبعد عنه بسببه وبسبب تخيلاته واضطرابه، أنه دائما خايف من الهجر والابتعاد. فإذا عمل حركة بسيطة قال أنت تبغى تبتعد عني، أصلا أنت تعمل حركات هذه عشان تهجرني، هو ما سوى شيء، لكن هم حساسين من الناحية هذه اللي هم أصحاب الشخصية الحدية. وأيضا عندهم صعوبة في البقاء وحيدين، يعني أو أنهم يخافوا نوعا ما من الوحدة. ننتقل الآن إلى اضطراب الشخصية برضو رقم 4 في الشخصيات، اللي هي الشخصية الانعزالية. واضح من مسماها، هي شخصية دائما تحب أن تكون بمفردها في أي مكان. العائلة مجتمعة، هو تلقاه بغرفته بالحالة جالس، لما يجي أو أحد ينادي يجي يسلم، يعني لما تجبره أحد يجبره كأب أو أم أنه تعال سلم، يجي يسلم يمشي على طول بدون كلمة أو ما تسمع همسة منه حتى لو كان كبير. هذا شخصية انعزالية. برضو يتسمون أصحاب الشخصية الانعزالية بالخجل، عندهم خجل لكن لا يظهرون هذا الشيء. أيضا يعني لا يهمهم المديح، أو لا يرد على المديح، أو لا يحرك أي مشاعر المديح، يعني تمدحه وتقول أنا مشتاق لك أو شكلك حلو، يقولك طيب، ما عنده. هذا شخصية انعزالية. أيضا عندهم هم ما يعبروا عن مشاعرهم، حتى لو كان يحبك ومشتاق لك، لما يسلم عليك يسلم عليك أهلا كيفك الحمد لله، وهو ميت فيك وهو مشتاق لك، فما يعبر عن مشاعره، يقول مشتاق لك أو أنا أحبك أو أنا أحب أجلس معاك، مع أنه انعزالي لكن ممكن يحب شخص واحد ترى من العائلة، يا أب يا أم كذا يعني، فما يعبر عن مشاعره نهائيا. هذا شخصية انعزالية. ونروح للشخصية الرابعة أو اضطراب الشخصية الرابعة، وهي الشخصية الارتيابية بارانويا. في علم النفس يسمونها بارانويا. البارانويا هم شخصيات دائما يتسمون بحالة القلق والتوتر والخوف من الآخرين، يعني دائما يحسوا أن الآخرين يستغلوهم، دائما عندهم إحساس أن الآخر يكذب عليه حتى لو ما كان يكذب. فمن كثر ما يتوهم ومن كثر ما عنده ارتياب داخلي، يبدأ يشعر أن هذا الشخص حتى لو كان هذا الشخص صادق، يبدأ يشعر أن الشخص هذا يكذب عليه وأنه يستغله. فبالتالي إيش يعمل؟ يغضب غضب فيخسر هذا الشخص. يعني مثلا لو كان في علاقة مع هذا الشخص، يغضب غضب عليه أنك أنت تستغلني وتكذب علي وأنا كاشفك وما تقدر تضحك علي، وهذاك مسكين ينصدم لأن هذاك صادق فعلا، لكن بما أنه عنده اضطراب فيتوهم أنه قاعد يستغل وأنه يتلاعب فيه ويكذب عليه فيغضب عليه. دائما عندهم برضو العلاقات هذه فيها مشاكل. أيضا لا يثقون بالآخرين حتى لو كان يحبه، لكن ما يثق فيه، يحبه لأفعاله، يحبه لوجود الحب لكن ما يثق فيه. وبعضهم يوصل مرحلة ما يثق في أهله، يحس أنه أهله، حتى أهله أخ أو أخت، برضو قاعدين يستغلونه. فهذه الشخصية ارتيابية يعني مشكلة، وأتوقع أنها منتشرة. أيضا نروح للشخصية الخامسة، وهي الشخصية الفصامية. الشخصية الفصامية يعني دائما عندهم انفصال عن المجتمع، منفصلين عن المجتمع، ما لهم علاقة. انتم لما تتزاورون فلان وينه؟ مو موجود. خلاص يتعودوا انه هذا الشخص دائما موجود في الاجتماعات، يثور فجأة دون أي مقدمات. اتق شر الحليم إذا غضب تنطبق على الشخصية الفصامية. دائما هم عندهم نوع من الهلوسة أحيانا، أو التفكير اللي غريب، يطلع بأشياء غريبة. شخصية هي فعلا غريبة الفصامية. لا يثقون بأحد، نادرا يثقون بأحد. برضو يتجنب الاجتماعات
أو الحوارات، لما تدخل معه في حوار تلقاه يعطيك كلمة كلمتين أنه ما أبغى أتكلم معك، ما أبغى أكمل حديث. ونروح إلى الشخصية السابعة وهي اضطراب الشخصية الاعتمادية. طبعا واضح من الاسم وهم يتسمون بسلوك الخضوع، دائما خاضعين جدا. أيضا عندهم العناية، يعني يحتاجون دائما إلى العناية والاهتمام، دائما يلمحوا أو يطلبوا بمباشرة الاهتمام الزائد، حتى لو كنت أنت مهتم فيهم باهتمام متوازن لا يكفيهم نهائيا. عندهم مشكلة في اتخاذ القرارات، يعني لا يستطيعوا اتخاذ القرارات دون استشارة الآخرين، حتى قرار يعني مصيري لنفسه لازم يتخذه، ما يقدر إلا ما يستشير. حتى القرارات العادية مثل شراء كماليات أو أشياء شخصية مثل ملابس ما ملابس، وحتى لو كان هذه القطعة عاجبته واللون عاجبه، ما يقدر يأخذ هذه القطعة اللي عاجبته واللون اللي عاجبه دون أن يراسل أحد أو يكلم أحد يستشيره. طبعا حتى الشخص الآخر اللي يستشيره يقول له طبعا اللون على ذوقك، يقول له لا أعطني أي لون أحلو. فهم برضو مشهورين أنهم يشتروا اللي يعجب الناس ولكن ما يشتروا اللي يعجبهم هم، هذه شخصياتهم. فدائما خاضعين، دائما يعني يحبوا الناس هم اللي يتخذوا قرارات بالنيابة عنهم، دائما دائمين الاستشارة والاستفسار عن كل حاجة، حتى الأشياء تافهة برضو يستشيرون، يعني ما يقرب من يقدروا من نفسهم يقرروا من نفسهم أنه يبحثوا مثلا عبر السوشيال ميديا أو عن طريق الانترنت مثلا عن قطع عن ملابس، لا أبغى محل يبيع كذا كذا كذا، لازم يسأل آخرين. طيب أنا إيش أحتاج في شكلي، أنا أحتاج إيش أحتاج في شعري، أنا هم كذا خاضعين ويقرر الناس عنهم. فهذه الشخصيات اللي اخترتها اليوم، إن شاء الله الحلقات الجاية راح أختار شخصيات أخرى برضو موجودة، بس أنا اخترت اليوم عشان ما تطول الحلقة. أتمنى فعلا أنكم استفدتم من الحلقة هذه وركزتوا فيها، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل لايك إذا عجبكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.